سوينا مقلب بالمعلمة، حطينا صمغ على الكرسي وقعدت ولزق فيها، هوجتني المعلمة لكن الحمد لله يعني تعدلت عقبها. أخذت نسبة ما هي كويسة بالرياضيات. أول ما أخذت نسبة ما هي كويسة رحت عند المعلمة وقلت لها ليه، وفهمتني وورتني الورقة وخدت الورقة وصرت أدرس منها لما تعلمت الحمد لله. شريت أغراض المدرسة من إمارات مول وخلصت كل شيء حق المدرسة، بس أنتظر في المدرسة عشان أدرس.